طيب في اتهامات موجهه حق كثير من المشاهير في السوشيال ميديا ويقولون ان انتم لا تمثلون لا الشباب الكويتي ولا البنات الكويتيين. اوكي. في تصرفات موجوده بالسوشيال ميديا ما تمثل الشعب الكويتي ولا الشباب الكويتيين ولا البنات الكويتيين حتى من 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 الفئتين الذكور والاناث. نعم. في سلوك غير مرغوب فيه وغير مقبول فيه ولا يوالم العادات والتقاليد الاجتماعيه الكويتيه والخليجيه عموما. صحيح. شلون ترد عليهم؟ طبعا انت الحين اذا شفت شخص طلع ورا الشاشات نعم بينشر اشياء غير لائقه ولا تلائم مجتمعنا العربي او الاسلامي او الكويتي نعم هذا يمثل نفسه يعني نعم. ما هذا اجتهاد شخصي حق نعم. نفسه وفي ناس والنعم فيهم ما عمرهم غلطوا ورا الشاشه نعم ولا اعلنوا حق شغلات غير نعم. لائقه نعم والحمد لله انا ما ابي امدح نفسي لكن الحرمه الكبيره نعم. الرجل الكبير الاطفال نعم. يعني اكثر من مره لما امشي بالشارع يجي لي شخص يقول لي انا بيتنا كلهم يتابعونك نعم يعني هذه الكلمه لما يقول لي اياها انا هني اتاكد ان انا اللي قاعد اقدمه ما في اي قله حياه نعم. او شيء يختلف عن مجتمعنا. طيب خلينا نتكلم عن ظاهره مؤخرا طلعت وهي ظاهره الكبلزات. نعم. وفي حلقات سابقه سالت احد الضيفات وسالتها سؤال قلت لها شنو رايك بالرجل اللي يطلع مع زوجته ككبلز في السوشيال ميديا؟ قالت ان هذا ريال ما عنده غيره. صح. انت شنو تشوفه؟ الرجل اللي يطلع زوجته من خلف الشاشات لينشر هذه الفيديوهات بين الناس ليس برجل. ليس برجل. ليس برجل. خلينا نحط تحتها ثلاث خطوط حمر نعم. ونفسر شنو تقصد بليس برجل. يعني لما انت غاريتك تختفي او ما تكون يعني ما يكون عندك غاريه نعم. على بيتك نعم. انت كذي خسرت اهم عنصر رجولي بالشخصيه. نعم. ما عندك غاريه ما عندك رجوله. نعم. انت هي هو ميزان. نعم. خلاص. لو عرض عليك انت عمار بانك انت تظهر مع زوجتك في السوشيال ميديا شنو راح يكون رايك؟ ابد شيء غلط هذا مو أرفضه يعني حتى قطعيا 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 يعني.